Saddam Alabi Mustafa Aga. في مونديال كوريا واليابان العام 2002 كنا في مجموعة ثانية ولم أتابع المنتخب السعودي كثيرا. حاليا أعرف أكثر عن الكرة السعودية. تلقيت عرضا في يوم من الأيام للتدريب هنا. وقتها كنت مع أندية أخرى ودربت منتخب الباراغواي. واليوم أنا هنا وأظن أنه الوقت المناسب لمجيئي للسعودية. فين تشوف أحد هذا الموسم وهو الفريق اللي صار على الهبوط في العام الماضي؟ في الجولة الأولى تابعت الكثير من المباريات، وما شدني هو تقارب المستوى بين الأندية، لا كبير ولا صغير. المنافسة ستكون قوية والعمل الجاد هو الأهم، وأحد ستكون له كلمته أيضا. منذ البداية ومنذ قدومي وقبل السفر إلى الأردن تحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم أن يثقوا بأنفسهم وأن يجتهدوا كثيرا مهما كانت الظروف ومهما كان الفريق المنافس. اللاعبون ترجموا ذلك في الملعب، ورغم قوة النصر قدموا مباراة رائعة. لم يخفنا النصر وكنا أقوياء، لعبنا على أرضنا. ستواجهنا مباريات مع فرق قوية ومتوسطة القوة وغيرها، ويجب أن نقدم نفس المستوى في كل الحالات. يجب أن نكتسب الثقة ونعمل بجد، وهذه هي كلمة السر. Sino que no longo do campeonato que a gente vai enfrentar. خسرنا مباراة النصر في الدقائق القاتلة، وخسارتنا لا تعني أن اللاعبين لا يتمتعون باللياقة. النصر كان أسرع في التمرير واستطاع أن ينهي المباراة لصالحه. حسين عبد الغني أصغر مني كثيرا رغم مشاركتنا في كأس العالم في نفس الأعوام، وهو قائد في الميدان وهذا هو الأهم. لا يكفي أن تكون قائدا بالكلام. دوري السعودي من أقوى الدوريات، لكن أنا مع تطوير الأمور أكثر. الموضوع لا يتعلق فقط بجلب الأسماء الكبيرة، يجب التركيز أيضا على إدارة العمل الاحترافي.